السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بتلاميذ السنة الثانية بكالوريا في هذا التمرين، والذي سنقوم فيه إن شاء الله بدراسة دالة تحتوي على اللوغاريتم النبيري. إذا أنصحكم بإنجاز التمرين قبل مشاهدة الفيديو. نبدأ بالسؤال الأول لتكون الجدالة، بحيث جيل إكس يساوي واحد ناقص إكس زائد إلين إكس. السؤال الأول يقول أدرس التغيرات الدالة جي. إذا في التغيرات الدالة جي خصنا نحدد مجموعة التعريف ونحدد جي بريم المشتقة، ومن بعد ندير جدول التغيرات. إذا جي لإكس تساوي واحد ناقص إكس زائد إلين إكس. إذا نحددو في البداية مجموعة التعريف. إذا مجموعة التعريف نعتبروها هي دي جي. إذا دي جي تساوي إكس كتنتمي لآر. هنا عندنا غير الالان، اذا ما بداخل الالان خصو يكون اكبر قطعا من الصفر، وبالتالي ف دي جي هي ار بلس ايطوال او زيرو بلس لانفين. اذا من بعد غنحسبوا الداله المشتقه. اذا لكل اكس من دي جي لدينا، إذا غنحسبو جي بريم ديال إكس. إذا هي واحد ناقص إكس زائد الألين ديال إكس لكل بريم. إذا واحد بريم هي صفر، ناقص إكس بريم ناقص واحد، والاشتقاق ديال ألين إكس هو واحد على إكس. نوحدو المقامات. إذا عندنا المقام واحد هو إكس، غتجينا ناقص إكس زائد واحد على إكس. إذا هنا خصني نحدد جدول التغيرات، يعني خصني نحدد إشارة جي بريم. إذا حنا عندنا إكس راه موجبة قطعا، إذا كيبقى إشارة جي بريم هي إشارة البسط. إذا إشارة جي بريم إكس هي إشارة البسط، أي إشارة ناقص إكس زائد واحد أو واحد ناقص إكس. إذا هنا غادي ندير واحد الجدول صغير باش نحددو الإشارة ديال واحد ناقص إكس. هاد واحد دونك عندنا ناقص لا نهاية، أو هنا صفر زائد لا نهاية. واحد ناقص إكس كتنعدم في واحد. إذا على اليمين ديال العدد واحد كتكون إشارة أ، أي إشارة العامل ديال إكس اللي هي ناقص، إذا ناقص زائد. إذا هنا كيمكن لي ندير جدول التغيرات. إذا جدول التغيرات إذا عندنا واحد الجدول. إذا صفر زائد لا نهاية، هنا عندنا واحد. إذا هنا جي بريم، وهنا كندير جي. إذا الدالة معرفة، دونك هنا دالة غير معرفة في الصفر. جي بريم تنعدم في العدد واحد، إذا هنا ناقص وهنا زائد. إذا الدالة تزايدية وهنا الدالة تناقصية. هنا خصني نحدد جد واحد. إذا جد واحد غنحسبها في الدالة. إذا جد واحد هي واحد ناقص واحد زائد الألين ديال واحد، أي تساوي صفر. من بعد خصنا نحسبو النهاية في زيرو بلس. إذا الليميت ديال جد إكس في زيرو بلس، دونك هي الليميت ديال واحد ناقص إكس زائد الألين ديال إكس شيء في زيرو بلس. إذا لعودنا صفر بلس هنا عطينا صفر، الألين ديال صفر بلس هي موان لانفيني. كذلك هنا خصني نحدد النهاية ديال الدالة جي في بلس لانفيني. إذا هي الليميت ديال واحد ناقص إكس زائد الألين ديال إكس بلس لانفيني.
الا درنا التعويض المباشر غتجينا هنا موال انفيني بلس انفيني الشكل غير محدد. اذا حنا خصنا نحيد الشكل غير محدد. اذا ممكن نعمل بالعدد اكس. اذا هنا بلس انفيني الا عملنا باكس كانت عندي واحد، اذا غتبقى عندي واحد على اكس، كانت عندي اكس بقات لنا واحد زائد الان ديال اكس. دونك هنا ما عندناش اكس، يعني كنقسم على داكشي اللي عملت به. دابا الى عوضنا عندنا واحد على بلس انفيني هي صفر، والان ديال اكس هذه نهايه اساسيه كتعطينا هي صفر. اذا كيبقى لنا بلس انفيني نضربها في ناقص واحد هي موان لانفيني. هنا كندير واحد التبرير باش يعرفني راه داكشي صوبتو قاد، لان الليميت ديال الان ديال اكس على اكس في بلس لانفيني هو صفر، والليميت ديال واحد على اكس بلس انفيني هو صفر. اذا لقينا موال لانفيني كنكملو الجدول ديالنا. عندنا هنا موان لانفيني، وعندنا هنا بلس موان كذلك لانفيني. إذا السؤال الثاني، استنتج إشارة الدالة جي. إذا لم يقولوا لي استنتج، فالاستنتاج كيكون عادة من الأسئلة اللي سابقة. إذا حنا درنا جدول التغيرات طلبوا مني نستنتج إشارة الدالة جي. إذا هنا كنشوفوا حسب الجدول، فالدالة عندنا هنا تزايدية حتى الصفر وهابطة وتناقصية. إذا تزايدية وتناقصية، وبالتالي الدالة تقبل قيمة قصوى. إذا شنو غادي نديروا حسب جدول، إذا حسب جدول تغيرات الدالة جي تقبل قيمة قصوى في إكس زيرو كتساوي لنا واحد، أي مهما يكون إكس كتنتمي لزيرو بلس انفيني، فإف الإكس دائما أصغر من أو تساوي إف ديال واحد اللي هي صفر، أي دائما إف لإكس أصغر من صفر. إذا ننتقل إلى الجزء الثاني. نعتبر الدالة العددي إف المعرفة على زيرو بلس إنفيني بما يلي، بحيث إف لإكس تساوي الجذر إكس ألين إكس ناقص إكس، وعندما تكون x أكبر قطعة من صفر، و f لصفر تساوي صفر، أي عندما تكون x تساوي صفر. إذا عندنا هنا الدالة ديالنا هي هذه. السؤال واحد ألف بين أن f متصلة على اليمين في الصفر. إذا اللي كينبين أن f متصلة على اليمين في الصفر، خصني نحسب النهاية ديال f، ونلقاها كتساوي لنا f ديال صفر. إذا نهاية صفر في صفر، إذا ليميت f دو x عندما تؤول x إلى 0 بلس هي الليميت ديال جذر x ألين دي x ناقص x عندما تؤول x إلى 0 بلس. إذا التعويض المباشر، هنا بطبيعة الحال عندنا هنا جذر x ألين x، وهذه ماشي نهاية أساسية. إذا خصني ندير تغيير المتغير. إذا هاد الدالة ممكن نكتب على الشكل هذا، عندنا الجذر إكس، إذا حتى داخل الألين خصني نرجع جذر إكس. إلا درنا الألين جذر إكس هنا، خصني نضرب في العدد جوج، زيرو بلس. علاش هنا؟ لأن ملي كنقولو الألين جذر إكس هو الألين ديال إكس أس واحد على جوج، أي واحد على جوج الألين ديال إكس، أي أن جوج الألين جذر إكس هي الالين ديال اكس. اذا عوضنا الالين ديال اكس بجوج جذر جوج الالين ديال جذر اكس. اذا شنو الهدف من هادشي؟ هذا الهدف هو ندير تغيير المتغير. اذا هاد الداله، اذا نضع جذر اكس تساوي تي، اي عندما يؤول اكس الى صفر بلس فإن تي تؤول إلى صفر بلس. دونك إلا عوضنا هنا إكس بصفر بلس فت تي غتكون كتساوي صفر بلس. إذا هاد المعادلة تصبح على هذا الشكل، هي الليميت ديال هادي تساوي صفر. علاش تساوي صفر؟ لأن الليميت ديال جوج جذر إكس الألين ديال جذر إكس
عند مسؤول اكس الى زيرو هي الليميت ديال جوج تي الين تي تي يؤول الى صفر، وهذه نهايه اساسيه اي كتساوي لنا صفر في جوج هي صفر، وهنا عندنا صفر الى عوضنا اكس بصفر عطينا صفر، اذا غيكون صفر ناقص صفر هو صفر. اذا هنا كندير تساوي صفر وكندير لان وندير لهم هذا التبرير هذا التعليل هذا. اذا لقينا حسبنا الليميت ديال اف لي اكس بزيرو بلس ولقيناه كيساوي لنا صفر، وعندنا كذلك اف لي صفر تساوي صفر، اذا اف متصله على اليمين في الصفر. نمر الى السؤال الموالي، ادرس قابلية الشقاق الدالة اف على اليمين في الصفر. اذا اللي درست قابلية الشقاق الدالة اف على اليمين في الصفر كنحسبو ليميت ديال اف دو اكس ناقص اف ديال الصفر على اكس ناقص صفر عندما يؤول اكس الى صفر بلس. اذا ليميت كنعوض اف لاكس بالقيمة ديالها، اذا هي الجذر ديال اكس الالين ديال اكس ناقص اكس، و اف ديال الصفر الى حسبناها عندنا اف ديال الصفر في المعطيات هي صفر، اذا على اكس في زيرو بلس. اذا نحاولوا نبسطوا هذه الكتابه شويه، اذا عندنا ليميت ديال هنا نفكوا هذا العدد، اذا غتكون هي الجذر ديال اكس الالين ديال اكس على اكس ناقص اكس على اكس. اذا ليميت زيرو بلس، عندنا جذر اكس على اكس غنضربو في جذر اكس في البسطول المقام غيرجع عندنا الالين ديال اكس على جذر اكس ناقص واحد، لان حنا عندنا جذر اكس على اكس راه هي واحد على جذر اكس. اذا الى درنا التعويض فغيعطينا الالين ديال زيرو بلس هي موال لانفيني، واحد على زيرو بلس هي بلس انفيني، اذا بلس انفيني في موال لانفيني، اذا الالين عطينا موال لانفيني والجذر عطينا بلس انفيني، ولكن واحد عطينا زيرو بلس واحد على زيرو بلس هي بلس انفيني، بلس انفيني في موال لانفيني كيعطينا موال لانفيني. اذا الدالة غير قابلة للاشتقاق، اذا اف غير قابلة للاشتقاق في صفر على اليمين. نمر الى السؤال الثاني، احسب الليميت ديال اف لي اكس في بلس انفيني ثم ادرس الفرع على النهايه للسائف عند بلس انفيني. اذا غنحسبوا في الاول النهايه ديال الداله في بلس انفيني. اذا هنا التعويض المباشر غيعطيني بشكل غير محدد، اذا لان هذه لان جذر اكس الين اكس كتعطينا بلس انفيني ناقص بلس انفيني بشكل غير محدد، اذا غنحاولوا نديروا التعليل لازاله الشكل غير محدد. هنا ممكن نعمل باكس، اذا اللي عملنا باكس غيبقى لنا جذر اكس على اكس الالين ديال اكس ناقص واحد، اذا ليميت بلس انفيني جذر اكس على اكس هي واحد على جذر اكس، اذا الالين ديال اكس على جذر اكس ناقص واحد، اذا ليميت ديال الالين ديال اكس على جذر اكس بلس انفيني هو الليميت، اذا هنا غادي ندير جذر اكس على جذر اكس، درنا جذر اكس اذا خصني نضرب في جوج، اذا الليميت هنا غادي ندير تغيير المتغير، غادي نوضع جذر اكس هي تي، اذا هات عندما يؤول اكس الى بلس انفيني فتات تي كتؤول بلس انفيني، اذا هاد الليميت هذا غيساوي لنا الليميت ديال جوج الالين ديال تي على تي عندما تؤول تي الى بلس لانفيني، وهذه نهاية أساسية تعطينا هي صفر. إذا هاد النهاية هاد الالين اكس على اكس لقيناها كتساوي لنا تؤول إلى الصفر، إذا بقى
قالت لي بلوس انفيني مضروبه في ناقص واحد هي موان لانفيني. اذا كندير ناقص لا نهايه وكندير لان هذا التعليل هذا. اذا لقينا النهايه ديال اف لي اكس بلوس انفيني عطاتنا موان لانفيني. اذا ليميت ديال اف دو اكس على اكس بلوس انفيني ونشوف شنو غادي تعطيني. اذا هي ليميت ديال جذر اكس لالان ديال اكس ناقص اكس على اكس بلوس لانفيني. اذا هنا غادي نديرو تفكيك. اذا جذر اكس لالين اكس على اكس كندير التفكيك يبقى لنا هي جذر ديال اكس لالين ديال اكس على اكس ناقص اكس على اكس. اذا ليميت بلوس انفيني جذر اكس على اكس راه هي الالين ديال اكس على جذر اكس ناقص واحد. وهاد ليميت الالين اكس على جذر اكس سبق لينا باش حسبناها بتغيير المتغير في السؤال السابق لقيناها كتساوي لنا صفر. اذا صفر ناقص واحد هي ناقص واحد. من بعد تنديرو اف لي اكس ناقص ا اكس. اذا اف ليميت ديال اف دو اكس ناقص ا اكس اي ناقص ناقص اكس دائما بلوس لانفيني. اذا هي ليميت ديال اف دو اكس زائد اكس. اذا ليميت نعوضو اف لي اكس بالقيمه ديالها جذر اكس لالين ديال اكس ناقص اكس زائد اكس بلوس لانفيني. اذا كتمشي ناقص اكس مع اكس كيبقى لنا ليميت ديال جذر اكس لالين ديال اكس بلوس لانفيني. ولا عوضنا غادي تجينا بلوس انفيني والالين ديال بلوس انفيني هي بلوس انفيني اي بلوس لانفيني. اذا السائف يقبل فرع او لا فرعا سجميا في اتجاه المستقيم الذي معادلته اي كتساوي لنا ناقص اكس بجوار بلس لانفين. اذا نمر الى السؤال الموالي سؤال 3 الف يقول بين ان اف بريم اكس تساوي 1 على جذر اكس الجي ديال جذر اكس لكل اكس من 0 بلس انفين. اذا هنا عندنا اف دي اكس وعندنا جي دي اكس كنحسب الجي ديال جذر اكس. اذا كنعوض اكس بجذر اكس. اذا 1 ناقص جذر اكس زائد الالان ديال جذر اكس. من بعد غنحسب اف بريم المشتقه ديال الداله اف. اذا هي المشتقه ديال اكس ديال جذر اكس الين اكس ناقص اكس. اذا عندنا هذه هي المشتقه ديال جذر اكس الين اكس بريم ناقص اكس بريم. اذا حنا عندنا جداء كنعرفوا بان اف جي بريم هي اف بريم جي زائد جي بريم اف. اذا هي المشتقه ديال جي دي اكس اي 1 على 2 جذر اكس الالين ديال اكس زائد المشتقه ديال الين اكس اللي هي 1 على اكس في جذر اكس. اذا جذر اكس على اكس ناقص المشتقه ديال اكس بريم هي 1. اذا غنبسطو شي شويه الكتابه هنا. اذا هي 1 على 2 جذر اكس الالين ديال اكس. هاد جذر اكس على اكس راه هي 1 على جذر اكس وهنا ناقص واحد. هنا كنعملو بواحد على جذر اكس كيبقى لنا واحد على جوج الالان ديال اكس زائد عملنا بواحد على جذر اكس بقى لنا واحد هنا وهنا عملنا بواحد على جذر اكس. اذا خصني نضرب جذر اكس في البسط. اذا
واحد على جذر اكس، هاد واحد على جوج كيمكننا نديوها للاس كتولي الالين ديال اكس اس واحد على جوج، اي الالين ديال جذر اكس ناقص جذر اكس زائد واحد. وهاد الكتابة راه تكتب على الشكل واحد على جذر اكس جي ديال جذر اكس. اذا السؤال الموالي يقول اعطي جدول تغيرات الدالة اف. اذا حسبنا اف بريم، غنحاولوا دابا نلقاو جدول التغيرات. اذا خصني نحدد نحدد اشارة اف بريم. اذا لقينا اف بريم، عندنا اف بريم اكس تساوي واحد على جذر اكس جي ديال جذر اكس، مهما يكون اكس تنتمي الى زيرو بلس انفيني. حنا سبق لنا في السؤال في الجزء الاول ديال التمرين في واحد جوج بس لقينا الاشاره ديال جي ديال اكس. اذا لقينا حسب السؤال واحد جوج، مهما يكون اكس كتنتمي زيرو بلس انفيني، فجي دي اكس دائما اصغر او تساوي صفر، وجذر اكس راها كتنتمي زيرو بلس انفيني. اذا جي ديال جذر اكس حتى هي دائما اصغر من صفر، وبالتالي وعندنا واحد على جذر اكس عدد موجب، وبالتالي مهما يكون اكس ينتمي الى زيرو بلس الانفيني، ف اف بريم دائما اصغر من صفر. اذا جدول التغيرات غيكون بهذا الشكل هذا. اذا اف بريم سالبه، وبالتالي اف داله تناقصيه. اذا عندنا اف صفر هي صفر، داله معرفه في الصفر، وعندنا الليميت في بلس انفيني فعطتنا موان لانفيني. اذا في هذا السؤال غادي نديرو دراسه الوضع النسبي للس اف و ايكغيك والمستقيم الذي معادلته ايكغيك كتساوي ناقص اكس. اذا في دراسه الوضع النسبي فحنا كندرسو الاشاره ديال اف دو اكس ناقص ايكغيك، اي اف دو اكس ناقص اكس، اي اف دو اكس زائد اكس. اذا خصني ندرس الاشاره بهذا التعبير هذا، اف دو اكس عندنا كتساوي جذر اكس الالين ديال اكس ناقص اكس زائد اكس. اذا ناقص اكس مشات مع اكس كيبقى لنا جذر اكس الالين ديال اكس. اذا اشاره اف دو اكس ناقص اكس هي اشاره الالين ديال اكس، لان حنا عندنا جذر اكس موجبه دائما، وبالتالي كيبقى لنا الاشاره ديال هاد الفرق هي اشاره الين اكس، وحنا كنعرفوا الالين اكس سبق لنا باش درسنا الاشاره ديالها. اذا غادي نديروا واحد الجدول نحددوا فيه الاشاره ديال، اذا عندنا اكس عندنا صفر هنا بلس انفيني، هنا اف دو اكس ناقص اكس، هنا لدرنا الحل اللي درنا هذه المعادله هذه جذر اكس الين اكس كتساوي صفر. اذا كطينا الالين ديال اكس كتساوي لنا صفر، اي ان اكس كتساوي لنا واحد، اذا كينعدمو في الواحد. اذا هنا غتكون بلس وهنا غتكون موان، لان الالين ديال اكس ملي كتكون اكس كبر من واحد فالالين ديال اكس موجبه، وملي كتكون اكس صغر من واحد الالين اكس سالبه، وبالتالي الوضع النسبي إذا الوضع النسبي لس اف و دلتا. إذا موجبك تعني بأن الس اف يوجد فوق دلتا، وناقصك تعني بأن الس اف يوجد تحت دلتا، والصفر كتعني بأن الس اف ودلتا متقاطعان في النقطة واحد اف دو واحد.
إذا السؤال الأخير هو تحديد أو رسم المنحنى الصعب. إذا بالنسبة للمنحنى، فالمنحنى أنا استعملت برنامج جيوجبرا لصعوبة المنحنى. إذا بالنسبة لكم أنتم المنحنى كيفاش كننشئوه؟ إذا دائما ننشئ واحد المعلم متعامد منظم، كنشوف واش عندي شي مماسات. حنا سبقنا باش درسنا الاشتقاق على اليمين في الصفر، وقلنا بأن الدالة غير قابلة للاشتقاق، ولقينا بأن الليميت ديال اف دو اكس ناقص اف ديال صفر عندما تؤول اكس هنا الى زيرو بلس، لقينا كيساوي لنا موال لانفيني. شنو كيعني هذا؟ عندنا بلس وعندنا موال، اشارتان مختلفتان. هذا يعني بان السائف يقبل مماس راسي في اتجاه الاراتيب السالبه، اذا يقبل مماس راسي في اتجاه الاراتيب السالبه. اذا كي كان عندنا عندهم نفس الاشاره يعني بلس وهنا بلس، غيكون في اتجاه الاراتيب الموجبه، اذا غيكون هو هذا اللي رسمناه بالاحمر، اذا في النقطه صفر صفر. وكذلك لقينا بان الفرع على النهائي هو بان y كتساوي لنا ناقص x، فرع على نهائي اي ان CF يقبل فرعا شجميا في اتجاه المستقيم الذي معادلته y كتساوي ناقص x، هو هذا. وفي اخر سؤال ولا السؤال ما قبل الاخير، كنا درسنا الوضع النسبي ديال CF وديال دلتا، يعني هذا الفرع النهائي اللي احنا رسمناه هنا، ولقينا بان ما بين صفر وواحد الصفر راه كيكون من التحت هو هذا. ديال المنحنى غيجي بهذا الشكل هذا، يعني الداله التناقصيه من الصفر وهابطه وكتقطع المنحنى في هذه النقطه هذه، ومن بعد كيكون واحد الفرع شجاني. اذا هذا هو المنحنى.